ويا مجلسنا سير سير، ويا مجلسنا سير سير. وطنا تقوم بصرف علاوة 120% للمهندسين، وترفع القلم عن المهندس العسكري الذي لم يتقاضى على وطن الاختصاص منذ قدوم السلطة الفلسطينية. هذا الاعتصام هو إحدى الخطوات التي باشرت نقابة المهندسين بها منذ الأول من زيران، يعني على ساعي العمل المعلن مع الفكرين. وجهنا للحكومة خطاب بتمني 20/4 ولهم في حال لم بصرف العلاوات المستحقة وتنفيذ التفاهمات التي صدرت بها مقام الزيران. نحن سنشرع بإضراب وبفعاليات نزاع العمل من تاريخ 1/4 وفعلا هذا ما تم. نحن في مقام تصعيدنا الأول من الزيران، وهذه إحدى مظاهر هذا الاحتجاج وهذه الخطوات التصعيدية. تواصلت معنا وبتقول انهم مقرين بهذه الحقوق، مقرين بهذه الحقوق، وسيتم الصرف حال انتظام الرواتب، اي حال انفكاك الازمه الماليه، ولكن هذا استحقاق منذ العام 2014، فنحن لم يعد لدينا الامكانيه للصرف اكثر. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان اكون مخلصا للوطن، وأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أعمل جاهدا لرفع كيانها، وأن أحترم قوانينها وأنظمتها وتقاليدها. والله على ما أقول شهيد.